خلال زيارته للكويت، الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات الوثيقة بين مصر والكويت وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد. مدبولي يتابع مشروعات ومرافق اقتصادية لقناة السويس ويؤكد أهمية المنطقة كمركز لوجستي عالمي ومحوري. تنديد غربي واسع بقرار روسيا ضم إقليمي دونيسك ولوغانسك، وأوكرانيا تدرس قطع علاقاتها مع موسكو. الثالثة مساء في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار وأمن الكويت وكافة الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. كما ثمن الرئيس السيسي خلال لقائه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان بالكويت مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن أمير الكويت أشاد بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتي على كافة الأصعدة، فضلا عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. كما ثمن أمير الكويت الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية في الوطن العربي. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الجهود المصرية الكويتية لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بينهما، خاصة في ظل قرب انعقاد الدورة 13 للجنة المشتركة المصرية الكويتية في القاهرة، وكذلك اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين. كما تم التباحث حول الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والاعتدال على المستوى الإقليمي، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق أمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالكويت وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع الكويت تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان بالكويت، وذلك بحضور وفدي البلدين. من جانبه أكد ولي العهد الكويتي على التقدير والمودة التي تكنها دولة الكويت لمصر قيادة وشعبا في ضوء عمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن الدور الهام للجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت كجسر للترابط بين الشعبين الشقيقين. ومن ثم حرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا، ومثمنا في هذا الإطار دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، إلى جانب حرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك. و
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، يعني كيف تقيم هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة المصرية الكويتية بمناسبة مرور 60 عاما على بدء العلاقات المصرية الكويتية؟ مساء الخير. بكل تأكيد هذه الزيارة في هذا التوقيت بلغة الأهمية من حيث الأهداف ومن حيث مشروع تعميق العلاقات المصرية الكويتية، باعتبار أنها خصوصية بالغة الأهمية في مسار العلاقات المصرية الكويتية. هناك تاريخ مشترك من التضحيات ومواجهة التحديات، والبلدين تربطهم على مستوى القيادتين في البلدين في السنوات السبع الماضية كثير من الزخم والحيوية نحو الانطلاق لأفق أرحب في علاقات مصرية كويتية متكافئة يلعب فيها البلدان كثير من الأدوار والجهود نحو تعميق وتحسين جودة العلاقات المصرية الكويتية على أرفع مستوى، أملا في تحقيق انتصارات بالغة الأهمية لهذه العلاقات على المسار السياسي والاقتصادي والتنموي، وفي نفس الوقت أيضا بحث في أفق أرحب لمزيد من النجاحات في مسار العلاقات المصرية الكويتية على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المسار العربي باعتبار أن البلدين لديهم أدوار بالغة الأهمية في تحقيق انتصارات لتقريب كثير من النجاحات في العمل العربي المشترك بما لديهم من تاريخ وأدوات وحضور في المنطقة، وبما تتمتع به مصر من دور رائد وتوفر حاضنة للعالم العربي نحو لم الشمل العربي. هذه القمة وهذه الاجتماعات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت ثم ولي عهد الكويت يشير إلى أن هناك جهود مصرية مخلصة ودؤوبة نحو توفير استحقاقات النجاح لمسار العلاقات المصرية الكويتية بشكل متكافئ وجيد وإيجابي للغاية يصب في مصلحة الدولتين والشعبين في هذا التوقيت وفي ظل التحديات تواجه العالم ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة. بالإضافة شق آخر بالغ الأهمية وهو ضرورة أن يكون هناك بالفعل تحسين المسار في مسار العلاقات العربية في هذه المرحلة، خاصة ونحن نقترب من عقد القمة العربية في نهاية هذا العام في الجزائر، خاصة أن مصر لديها مشروع متكامل لإحداث مقاربات عربية نحو يعني هناك تنسيق وتشاور على كافة المستويات أستاذ أشرف، سياسيا واقتصاديا وأيضا علاقات مميزة. يعني العلاقات المصرية الكويتية هي نموذج لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات الدولية وأيضا العلاقات العربية. أهم المحطات الخاصة في مسيرة العمل المشترك ما بين مصر والكويت برأيك؟ أعتقد 60 عاما حافت بكثير من التضحيات وكثير من التوافق والتلاقي بين مصر والكويت في كافة المحافل العربية والدولية. البلدين لديهم خصوصية وجذرية معمقة ومتعمقة في مسار العلاقات على المستوى الثنائي. الكويت لعبت دورا كبيرا في توفير استحقاقات الدعم لمصر في حرب أكتوبر، كذلك القاهرة كان لديها دور رائد في الإقليم وفي العالم في حرب تحرير الكويت عام في التسعينات في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن هناك مسار بازغ في توفيق أو التوافق في المسارات السياسية من أجل العمل العربي المشترك ومن أجل الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط وحتى على المستوى الدولي من خلال الأدوار المتبادلة بين مصر والكويت في المجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لإحداث نوع من التوافق وأيضا التوازي مع توفير استحقاقات النجاح للعمل العربي المشترك. أعتقد على المسار الاقتصادي الكويت تحتل مرتبة متميزة في حجم الاستثمارات والنجاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر، ولديها درجة كبيرة من الحضور في سوق الاقتصاد المصري بكثير من الوتيرة المتسارعة نحو تنمية العلاقات على المستوى الاقتصادي في هذا الشأن، بالإضافة لأن الجالية المصرية والحضور المصري وأيضا كافة الكفاءات المصرية تلعب دورة كبيرة في تحقيق النهضة والنجاح الاقتصادي والاستثماري في الكويت من خلال شراكة العقول والخبرات المصرية. تأكيد الرئيس السيسي أستاذ أشرف الذي دوما يعني الرئيس السيسي في خطاباته وفي زياراته للكويت ولدول الخليج يؤكد على أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والتأكيد على هذه الرسالة كيف تقرأه؟ بكل تأكيد هذه أولوية مطلقة في مسار السياسة الخارجية المصرية واعتبرها أحد الأولويات الرئيسية في دوائر السياسة الخارجية المصرية. التضامن العربي وتحقيق كثير من الانتصار وتوفير الحاضنة المصرية لحواضن عربية بالغة الأهمية في ظل تحديات عديدة هو جزء من النجاح وكفاءة الدور المصري في تعبير الطريق نحو عمل عربي مشترك يوفر كثير من حظوظ النجاح والاستقرار في المنطقة، باعتبار أن هناك تعويل بالغ الأهمية على الأشقاء العرب والشرق الأوسط على الدور المصري، باعتباره دور حيوي بازغ لديه كثير من المقاومات والمؤهلات على المستوى السياسي والقوة العسكرية وأيضا الحضور الاقتصادي، وباعتبار أن ما حققته مصر في السنوات السبع الماضية من انتصارات ونجاحات على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وتنمويا لعب دورا كبيرا في توفير
بين القلق والنجاح لهذا الدور المصري من حيث الزخم والحيوية والديناميكية في تشغيل محركات النجاح العربي وبالتالي هذه الزيارة لديها مردودات إيجابية على المستوى الثنائي. سنجد مزيد من النجاحات سياسيا واقتصاديا وتعميق العلاقات بين البلدين في عديد الأصعدة، ثم يكون هناك أيضا توسيع دائرة الحركة ومروحة واسعة من التحركات المصرية الكويتية في المرحلة القادمة لتهيئة الأجواء عربيا نحو لم الشمل العربي وتحقيق انتصارات لمسار العمل العربي في المرحلة القادمة، أملا في توفير الأرضية بالغة الأهمية لتوفير كثير من المنتجات في عمل العربي مع اقتراب عقد القمة العربية في المرحلة القادمة، وباعتبار أن هناك دور كبير من التعاون الكويتي والخليج وحتى الجزائر لازم تستضيف القمة في نهاية هذا العام على الدور المصري في توفير الشمل لم الشمل العربي من ناحية وتوفير حظوظ النجاح بكثير من الانطلاقات الإيجابية لمسار عربي يرسم ملامح الحضور المصري والعربي في إقليم الشرق الأوسط ويوفر استحقاقات ومصدرات. وهذا الدور الذي يعني تقوم به مصر دوما في لم الشمل العربي كما ذكرت لضمان نجاح القمة المرتقبة المقبلة، القمة العربية على مستوى الزعماء بالجزائر. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير صحيفة الأهرام. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة الكويت في زيارة مهمة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مصر والكويت. ولدى وصول سيادته المطار الأميري بالكويت كان في استقبال سيادته سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي عهد الكويت وكبار رجال الدولة في الكويت وكذا أعضاء السفارة المصرية في دولة الكويت. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان للدولتين. عقب مراسم الاستقبال رحب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. تعد العلاقات المصرية الكويتية نموذجا يحتذى به في تاريخ العلاقات الدولية بما تتميز به من تفاهم واتفاق حول معظم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها إحدى العلامات الفارقة والمتميزة في تاريخ التعاون العربي المشترك. أسس واضحة تقوم عليها علاقات مصر الخارجية، من بينها الاحترام المتبادل ومواصلة دعم العلاقات الثنائية أو ذات الإطار الدولي بما يضمن مصالح الدول والشعوب. خصوصية متفردة تتسم بها العلاقات المصرية العربية ولا سيما الخليجية منها، بما فيها العلاقات مع دولة الكويت، حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميا في عام 1961 ليبدأ البلدان تنمية علاقتهما بما يتضمنه ذلك من تنسيق سياسي على أعلى المستويات. من منطلق الأخوة والعروبة ترتبط مصر والكويت بعلاقات نموذجية يحتذى بها في العلاقات الدولية، حيث تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه استقرار الكويت على المستويات كافة. فكانت مصر من أوائل الدول التي هنأت الكويت باستقلالها عام 1961 وصولا إلى التأكيد المتواصل على أهمية أمن دول الخليج ومن بينها دولة الكويت كجزء من الأمن القومي المصري. وفي المقابل تؤكد الكويت دائما دعمها الكويت.
لمصر في مختلف المواقف والأزمات التي تمر بها، وهو ما اتضح بعد إعلان الوحدة المصرية السورية عام 1958، حيث أعلنت الكويت دعمها لتلك الوحدة بالكامل، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو عام 1967 وفي حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. وخلال الفترة الراهنة تشهد العلاقات المصرية الكويتية زخما كبيرا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما، والتي ازدادت رسوخا ومتانة في ظل رعاية كبيرة من قيادتي البلدين وتوجيهات بتطويرها نحو آفاق أرحب. وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا بينضم إلينا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني برحب بحضرتك في البداية سيادة السفير، ويعني علاقات قوية تجمع ما بين مصر ودولة الكويت، علاقات قوية تؤكد فيها دائما القاهرة على تأييدها ووقوفها إلى جانب من كل ما من شأنه استقرار دولة الكويت. كيف تقيم تلك الزيارة؟ طبعا في خصوصية وروابط أخوية بتجمع مصر ودولة الكويت الشقيق، وعلاقات أيضا متميزة وخاصة بين سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقيقة الكويت من الدول الخليجية التي يتسم يعني مناخ العلاقات مع مصر بالوعي والاستقرار الاستراتيجي، والسيد الرئيس اليوم ويؤكد من خلال زيارته أن أمن الكويت وأمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وطبعا دعم دول الكويت دولة الكويت ودول الخليج عموما لمواجهة التحديات طبعا اللي بتمر بها المنطقة العربية والخليج بسبب التدخلات الحرجة لبعض القوى الإقليمية على رأسها إيران وتركيا. الحقيقه العلاقات بين مصر والكويت هي علاقات استراتيجيه ومستقره، واطر التعاون الثنائي طبعا ستكون محل للبحث، يعني دعم مصر الدائم لدوله الكويت وموقف مصر بعد غزو العراق للكويت، وكذلك ايضا مسانده الكويت لمصر بعد ثوره 30 يونيو، كلها اطر تؤكد يعني عمق هذه العلاقات ومتانتها. الحقيقه التعاون الثنائي ومصر التي تقدم نفسها الآن لعالمها العربي والعالم الخارجي كفرصة استثمارية واعدة، تتميز بفرص استثمارية واعدة، مثلا الاستثمارات الكويتية تصل لنحو 15 مليار دولار، وأيضا حجم التبادل التجاري قفز لنحو 5 مليار دولار، بالاضافه للمجالات طبعا السياسيه والامنيه والعسكريه والتعليميه على وجه الخصوص. يعني حضرتك في نحو 30,000 طالب كويتي بيدرسوا في مصر، ومصر من البلدان التي يعني تخرج من جامعاتها قاده كويتيين ومسؤولين ذوي مكانه. حقيقه الكويت ايضا صوره ايجابيه ومحترمه في الوساطات، تلعب الكويت دور الوسيط العاقل الذي يعني يحترم من كل اطراف النزاعات، وده تقليد كويتي قديم، سواء كان الامر يتعلق بالازمه الخليجيه التي انتهت بين قطر ومجموعه دول الخليج ومصر، كان لها ايضا دور في علاقات مستقره مع ايران، نامل ان تتوقف الجاره الاقليميه عن تدخلاتها في الشان الخليجي. الأمر أيضا اللي قامت به الكويت في الستينات للوساطة بين مصر والسعودية في أزمة اليمن، وحتى بين اليمن الجنوبي سلطنة عمان، حتى بين باكستان وبنغلاديش في السبعينات. هي دولة كما ذكرت تتمتع بموقف رسمي شريف ووسيط عاقل، لها موقف أيضا مشرف من القضية الفلسطينية رغم التباعد اللي ربما شهدته أيام الغزو العراقي للكويت، ولكن عادت الكويت لتؤكد دوما أنها سند عربي للقضية الفلسطينية. هناك بعد أخير أشير إليه في القمة العربية القادمة، ودور الكويت هام جدا في إطار الجامعة العربية لصياغة يعني الأجندة القادمة، وكان السيد رمسان العمام وزير خارجية الجزائر مضيف القمة العربية في الكويت مؤخرا،
وأظن أن هناك حوار أيضا أن تقوم الكويت بتهدئة الأوضاع بين الأشقاء في المغرب والجزائر، وأنا أظن مصر أيضا لها نفس هذا التوجه، وإن شاء الله تكون القمة العربية بفضل الزيارات التي يقوم بها السيد الرئيس وحكمة القادة العرب أساس لبناء موقف عربي يواجه التحديات ويؤسس لقمة عربية تكون قمة توحيد الصف بإذن الله. يعني بالفعل علاقات قوية وغير مسبوقة تجمع ما بين دولة مصر ودولة الكويت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. ترتبط مصر والكويت بعلاقات اقتصادية غير مسبوقة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 15 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2020 نحو 5 مليارات دولار. علاقات تاريخية متجذرة جمعت مصر والكويت رسميا وشعبيا، انعكست على تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد ومن أجل المزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت، تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصري الكويتي في 30 من نوفمبر من عام 2014 من رجال القطاع الخاص بالبلدين. وعلى صعيد الإحصاءات، وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018-2019. وتتمثل أهم الصادرات المصرية للكويت في الكابلات الكهربائية والمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان والملابس الجاهزة، إضافة إلى الرخام والجرانيت والفحم الحجري. كما تتمثل أهم الواردات المصرية من الكويت في المنتجات البتروكيماوية والسيارات السياحية وأجزاء لوازم السيارات. ويقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في جنوب سيناء مثل طريق نفق شرم الشيخ وعدة مشاريع للطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر. وعلى صعيد التعاون السياحي، ارتفعت أعداد السائحين الكويتيين في مصر إلى 160 ألف سائح خلال عام 2019، حيث تمثل مصر مقصداً سياحياً تقليدياً بالنسبة للسائحين الكويتيين. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق، وذلك بمناسبة يوم التأسيس. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إن يوم التأسيس يعبر بصدق عن العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية ومسيرة البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها على جميع المستويات في ظل قيادتها الحكيمة، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية قادة وشعبا الأمن والعزة والمزيد من الازدهار والتقدم. أرسل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة لرئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المملكة. وأكد رئيس مجلس الشيوخ على الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في مساندة الأمتين العربية والإسلامية ودورها البارز في خدمة الإسلام والمسلمين.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية وفي خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يدعم أيضا دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي لمتابعة موقف المشروعات المنفذة والمرافق والبنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استعرض زكي أبرز أعمال التطوير بالمنطقة الاقتصادية وخاصة في منطقة ميناء العين السخنة لتحويله إلى أكبر ميناء محوري في منطقة البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية. وأشار زكي إلى جهود جذب الاستثمارات للعمل في المنطقة الاقتصادية، مستعرضا عددا من العروض التي تلقتها الهيئة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر من شركات عالمية، كما أشار إلى ما شهده مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات من تسليط الضوء على آليات جذب الاستثمار في المناطق الاقتصادية وتنمية النقل والتأمين البحري وسبل دعم تطوير النقل البحري وتمويل الصادرات، فضلا عن دور قناة السويس في دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمي والدولي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العديد من الشركات العالمية أعلنت رغبتها في تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحا أن هناك فرصا واعدة لتنفيذ مثل هذه المشروعات، لا سيما وأنها تأتي على رأس اهتمامات الحكومة خلال هذه المرحلة. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض جهود جذب مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر ووزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي ومسؤولي الجهات المعنية. وتابع رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالبدء في دراسة هذه العروض تمهيدا لتوقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع إمكانية أن تدخل الدولة كشريك في هذه المشروعات. ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة الحوافز الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر تمهيدا لإعلانها، وكذا اعتماد نموذج لمذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها مع الشركات المتقدمة، فضلا عن طرح آلية مشاركة الدولة في هذه المشروعات. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي لدى المواطنين وتعريفهم بالتاريخ العسكري المجيد للقوات المسلحة وإعلاء قيم الولاء والانتماء لمصر، نظمت القوات المسلحة زيارة لمجموعة من برنامج براعم شباب الجمهورية الجديدة 2030 لبانوراما حرب أكتوبر، وذلك لتوعية النشء وترسيخا للهوية المصرية. بدأت الزيارة بعرض لفيلم بعنوان الصمود والتحدي حول مراحل إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف بعد عام 67 واستعدادا لمعركة النصر، كما شاهد وفد فريق البراعم والشباب عرضا عن ملحمة العبور وتجسيد مراحل حرب أكتوبر المجيدة ومفاوضات السلام. من جانبه أعرب رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية لما تبذله من جهود لرفعة شأن الوطن، وأكد أيضا أن تلك الزيارة تأتي لحث الشباب على ضرورة تضافر جهود المصريين للدفاع عن بلادهم ووصولا لبناء الجمهورية الجديدة وترسيخ الهوية المصرية عبر التاريخ، وتأكيدا على دور القوات المسلحة والبطولات التي تم إنجازها وترسيخ الانتماء والتنوير للشارع المصري. أعلن التحالف العربي تنفيذ عملية استجابة للتهديد وتدمير أهداف عسكرية ضد قوات الحوثي في محافظة البيضاء باليمن، وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في غزان. وأوضح التحالف أن قوات الحوثي تعاود إطلاق الهجمات العابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي، متعهدا باتخاذ إجراءات حازمة لحماية المدنيين في إطار القانون الإنساني.
وفي العراق أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إحباط محاولة استهداف أرتالا للدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوب البلاد. وذكرت الخلية أنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى من إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع. وأوضح البيان أنه تم تفكيك إحدى العبوتين في موقعها وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الكويت مع الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تقدم بالشكر إلى دولة الكويت على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن التشابك الاجتماعي والثقافي الممتد، ومؤكدا سيادته لتطلع مصر إلى تطوير التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة والأزمات الأمنية والاقتصادية التي تموج بها المنطقة. من جانبه رحب رئيس الوزراء الكويتي بالسيد الرئيس ضيفا عزيزا على الكويت، مؤكدا عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وحرص بلاده على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين وكحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر إقليميا ودوليا. كما أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما في ظل قرب انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكويتية، حيث تم التوافق على أن تركز أعمال اللجنة في اجتماعاتها القادمة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والاقتصاد بين البلدين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا وفقا لاتفاقية مينسك. وأعرب غوتيريش في كلمة ألقاها نيابة عنه المتحدث الرسمي ستيفن غودوكاريك عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي المتعلق بوضع مناطق معينة في منطقتي دونيسك ولوغانسك في أوكرانيا. وأكد دوغاريك أن قرار الاتحاد الروسي يعد انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيسك ولوغانسك، واعتبروه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في أوكرانيا. من جهتها قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أن الهجوم على أوكرانيا يمثل هجوما على سيادة كل دولة عضو في الأمم المتحدة. كما أضافت أن الولايات المتحدة ستعتمد إجراءات إضافية لإخضاع روسيا للقانون الدولي. وهم نشروا قوتهم ويطلقوا عليها قوة السلام، وهو غير صحيح. نحن ندرك ماهية تلك القوات، وبهذا الفعل وضع خيارا أمام العالم. يجب أن لا نغض البصر، فالتاريخ علمنا أننا إذا ما قمنا بغض الطرف في مواجهة مثل هذه العداءات سنسلك طريق صعب وخطير. وهناك هجوم على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، هجوم لم يتم استغلاله، هو انتهاك للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي.
من جهته أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أن بلاده منفتحة على الدبلوماسية بشأن أزمة أوكرانيا، وشدد على ضرورة الدفاع عن المناطق الانفصالية في وجه العدوان الأوكراني على حد وصفه. منفتحون على الدبلوماسية والسعي نحو التوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن السماح بإراقة الدماء في دونيتسك ولوغانسك أمر غير مقبول ولسوء الطالع. دفعنا نحو دور سلبي، أو عفوا الولايات المتحدة وزملاء في الغرب هم الذين طلعوا دور سلبي عوضا عن إقناع أوكرانيا بتنفيذ اتفاقات مينسك. دفعوا بأوكرانيا وكرروا هذا التضليل والتشويه بأن اتفاق مينسك كان وجب أن ينفذ من قبل روسيا، ولكننا نؤكد من جديد أننا لسنا بطرف في هذا الاتفاق. أما المندوب الأوكراني في مجلس الأمن فقال إن قرار موسكو ستكون له تداعيات سياسية واقتصادية، مضيفا أنه طلب تفعيل بعثة الأمن والتعاون في أوكرانيا لمنع أي تصعيد مستقبلا. أوكرانيا تعتبر أن الإجراءات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي الاتحاد الروسي مؤخرا انتهاكا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وذلك بشكل قاطع، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة لمخرجات القرارات التي اتخذتها. الاعتراف بالمناطق المحتلة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك قد تعتبر سحبا أحادي الجانب من روسيا من اتفاقات مينسك، وهو أيضا غض طرف عن ما تم التوصل إليه في صيغة نورماندي، مما يقوض من الجهود السلمية لأطر التفاوض الراهنة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده قد تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا بعد قرار موسكو بالاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين شرق أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا أنه رغم التصعيد الروسي إلا أن العديد من الدول الحليفة لأوكرانيا وشعبها وأيضا أوروبا يريدون السلم لا الحرب. وبلا شك هذا التصعيد واسع النطاق، وهذا التدخل من قبل روسيا الاتحادية بلا شك سوف يلقى الرد من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومن كافة الدول التي تدعم. ولا أحد يريد الحرب، لا أحد يريد الحرب من هذه الدول، ولكن هذه الدول وأيضا الشعب في أوكرانيا يريد السلم، وأوروبا تريد السلم. صدق مجلس الدوما الروسي على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك تسمح بنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيهما، منوهة إلى أن موسكو لا تخطط لفعل ذلك حاليا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندري روديكو قال إنه ليس هناك حديث الآن عن نشر قواعد عسكرية روسية على أراضي الجمهوريتين، على الرغم من أن الاتفاقيات المبرمة تسمح بذلك، مضيفا أن روسيا ستفعل ذلك إذا تطلب الأمر. من جهته قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن قرار الاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين صعب لكنه الوحيد الممكن، مشددا على أن بلاده لم تستطع التخلي عن السكان هناك. ولفت ميدفيد إلى أن حلف الناتو والولايات المتحدة لم يتعلم الدرس من اعتراف روسيا بأستينيا الجنوبية وأبخازيا، واقتربا بسخرية من الجهود الروسية. أعلن المستشار الألماني أولاف شولز أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 مع روسيا، ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا. وأفاد شولز أنه طلب من الهيئة الألمانية المسؤولة عن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم تعليق عملية مراجعته، فيما حذر من عقوبات إضافية محتملة. Aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
تباينت ردود الفعل الدولية إزاء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف موسكو بكل من إقليم دونيسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا جمهورية مستقلة. وللمزيد من المعلومات نتابع العرض المعلوماتي التالي. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الأوكراني ديمترو كوليبا التدابير القوية للرد على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. جاء ذلك في اتصال هاتفي جدد خلاله بلينكين دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، وأعرب بلينكين عن تطلعه إلى لقاء كوليبا شخصيا غدا في واشنطن حيث سيواصلان مناقشة هذه القضايا. أكدت روسيا أنها لا تزال مستعدة لعقد مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف الخميس المقبل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة لآلية مفاوضات وسلوك المسار الدبلوماسي. عقدت لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقييم تداعيات قرار اعتراف روسيا بإقليمي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا. وأكدت اللجنة أن الاجتماع يضم مسؤولين أمنيين بارزين من بينهم وزيرة الخارجية لستروس ووزير الدفاع بن واليس، حيث من المتوقع مناقشة حزمة من العقوبات قبل عرضها على أعضاء البرلمان البريطاني للموافقة عليها في وقت لاحق اليوم. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان أن الحجر الإلزامي لمصاب كورونا في بريطانيا سينتهي العمل به يوم الخميس المقبل، ليرفع بذلك أحد القيود الرئيسية لمكافحة الجائحة بعد عامين من تفشي الفيروس. يأتي هذا ضمن خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس، وأضاف جونسون أن قرار الحجر المنزلي في حال ثبوت الإصابة بالفيروس سيبقى ساريا حتى الأول من أبريل. إطار استراتيجيته للتعايش مع فيروس كورونا، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بكورونا في إنجلترا اعتبارا من الخميس المقبل، والمملكة المتحدة التي تعد من أكثر دول العالم تضررا من الجائحة مع تسجيل أكثر من 160 ألف حالة وفاة كانت بين أولى البلدان التي عادت إلى الحياة الطبيعية كما كانت قبل الجائحة مستندة إلى مستوى تلقيح عال. وخلال كلمة أمام البرلمان قال جونسون إن بلاده لديها مستويات كافية من المناعة للانتقال من حماية الأفراد من خلال تدخل الحكومة إلى مقاربة تقوم على اللقاحات والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول، مشيرا إلى الكلفة العالية على الاقتصاد البريطاني من جراء تلك القيود. ومع ذلك ستبقى توصية ملازمة المنزل في حال ثبتت الإصابة سارية حتى الأول من أبريل، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إلغاء الفحص المجاني باستثناء كبار السن أو الضعفاء بسبب كلفته المالية الكبيرة. لكن رئيس الحكومة تعهد في الوقت نفسه بمواصلة تقديم اختبارات مجانية للفئات العمرية الأكبر والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وسيتم تقديم الجرعة المنشطة الرابعة اعتبارا من فصل الربيع القادم بعد نحو 6 أشهر من الجرعة الثالثة بعد توصيات اللجنة المشتركة للتطعيم.
أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 99573 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية في حصيلة قياسية جديدة تشهدها البلاد. وأضافت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,157,734 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,508 حالات، وشهدت حالات الإصابة بكورونا زيادة حادة في الأسابيع الأخيرة بسبب انتشار أوميكرون في جميع أنحاء البلاد، حيث تضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا في غضون أسبوع واحد فقط. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات، وذلك نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. وشدد المركز على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من 1,000,000 عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها حتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في حل عدد من مشكلات المواطنين. وأكد مدير المنظومة طارق الرفاعي حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها. في هذا الصدد تم رصد منشور متداول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضمن استغاثة من أحد المواطنين بمحافظة الجيزة طالب خلالها بنقل نجله البالغ من العمر عاما ونصف لإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة للخضوع لجراحة عاجلة، مؤكدا أنه تم حجز الطفل بوحدة الرعاية المركزة أطفال بمستشفى أبو الريش الياباني مع وضع بروتوكول علاجي مناسب حتى تماثل للشفاء. وتم التنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الجيزة لتتحمل الهيئة جميع نفقات العلاج. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وتناول اللقاء بحث ملفات التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي في إطار أولويات الدولة التنموية والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة. وبحث اللقاء العديد من ملفات العمل المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، ومن بينها مشروع التغذية المدرسية وتوسيع نطاق أنشطة البرنامج في مصر لدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي والمشاركة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة. أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة اللقاح أمانك لبكرة، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم بقرى محافظة الإسماعيلية. وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المبادرة تشمل توفير فرق متحركة تجوب أنحاء المحافظة، وذلك للوصول إلى كل الفئات المستهدفة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتيسير التسجيل والتطعيم للمواطنين في كل مكان، مع وجود فرق للتوعية مصاحبة لفرق اللقاح المتنقلة، وذلك للتوعية بأهمية اللقاح والإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوى. شهد معبد أبو سمبل ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد الملك رمسيس الثاني، وبحضور عدد من السائحين والأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة. وتتكرر تلك الظاهرة مرتين كل عام يومي 22 من أكتوبر والثاني والعشرين من فبراير لتجذب أنظار العالم، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 مترا لتشع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني.
اتجهت أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل لمشاهدة واحدة من أندر الظواهر الفرعونية الفلكية في العالم، وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، احتفالية شهدها عدد من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة التي تتكرر مرتين كل عام يومي 22 من أكتوبر و22 من فبراير. يؤكد الوعي، وبيؤكد كمان أن الدولة المصرية لها حضارة عظيمة جدا وحضارة عميقة جدا، لأن هذا المعبد 33 قرن. بيؤكد أن المصريين لهم تاريخ في العلوم والكيمياء والفلك. تتسلل أشعة الشمس داخل المعبد لتصل إلى قدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل بنحو 60 مترا، لتشع بنورها على منصة عليها تمثال الملك رمسيس الثاني. معبد أبو سمبل يعد واحدا من أشهر المعابد الأثرية الموجودة في مصر، ويقع بجانبه معبد صغير لزوجته نفرتاري، وهما متقابلان لا يفصلهما إلا واد صغير. فخر لكل المصريين إن احنا يعني يحصل حدث زي ده. تقريبا احنا بقالنا اكثر من 48 ساعه عشان نيجي ابو سمبل. شفنا امبارح الصوت والضوء وشفنا تاريخ مصر. تعامد الشمس على رمسيس الثاني، انا شايف النهارده تنظيم رائع صراحه، وشايف وفود من جميع الدول. يعني الواحد النهارده حاسس نفسه ان هو فخور جدا بالتاريخ المصري. وقد بدات عمليه انقاذ معبدي ابو سمبل في ستينيات القرن الماضي، واستغرق العمل لنقل المعبدين قرابه 6 سنوات ليعاد تشييدهم في موضع أعلى بنحو 64 متراً. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية. وأكد وزير البترول خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة 6 لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة، قال إن الغاز المصري يلعب دورا مهما في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة من خلال تصدير الغاز الفائض. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص العربي باعتباره الشريك الاستراتيجي والأساسي لخطط التنمية الاقتصادية بالدول العربية. وقالت الوزيرة إن مصر اجتازت خطوات كبيرة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة فعاليات الدورة 132 لمجلس اتحاد الغرف العربية. اقتصاديا، انهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع مؤشراتها متأثرة باستمرار الضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والمصريين، بينما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء. خسر رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712 مليار جنيه فاصل 4. وعلى صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 11,300 ونقطتين، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 1,939 نقطة، وهبط مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2,920 نقطة. وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدين حول أداء البورصة اليوم، بينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال أحمد سعد. يعني أهلا بحضرتك في البداية، ولو نلقي نظرة سريعة على أبرز القطاعات الرابحة خلال التعاملات وأسباب الصعود من وجهة نظرك أيضا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة النهاردة السوق منافس ب 4 مليار 563 مليون 3 مليار 750 سندات وأذون خزانة و 797 مليون أسهم داخل المقصورة. طبعا ده ملحوظ من المؤسسات العربيه والاجنبيه اثر الاحداث العالميه، ولكن الشراء ملحوظ من المؤسسات المصريه والافراد الاجانب والمصريين. اهم القطاعات النهارده القطاع العقاري منافس حوالي 160 مليون حوالي 19% من اجمالي تنفيذات السوق. يليه قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه 18% حوالي 144 مليون، ويليه قطاع البنوك ثم الموارد الاساسيه
ثم قطاع من غير مصرف. بالنسبه طبعا للمؤشر الرئيسي اي اكس 30 طول ما هو في مستوى 11200 طبعا دي نقطه دعم مهمه جدا الحفاظ عليها هيقولها مره اخرى ل 11600 ودي نقطه الفتره القادمه ان شاء الله. بالنسبه للمؤشرات الصغيره والمتوسطه الاستقرار فوق مستوى 11930 يظل الصعود مره اخرى والاختبار عند مستوى 2100 ثم 2350. يعني وضحت الصوره خبير اسواق المال احمد سعد كنت معنا عبر الهواء شكرا جزيلا لك. تراجع سعر الذهب عن أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي في المعاملات الفورية بنسبة 5% إلى 1895 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1901 دولار، أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5% ليلة 24 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 4% ليصل إلى 1078 دولار فاصل 91 سنتا. نهاية نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خلال زيارته للكويت الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات الوثيقة بين مصر والكويت وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد. مدبولي يتابع مشروعات ومرافق اقتصادية لقناة السويس ويؤكد أهمية المنطقة كمركز لوجستي عالمي ومحوري. تنديد غربي واسع بقرار روسيا ضم إقليمي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من الثالثة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.